رجعت معكم مشاهدينا وانضمت لنا ناتاليا غي. اليوم موضوعنا عن الحليب، بدائل الحليب. فاذا انتم اشخاص عندكم اي شك عن تناول الحليب او بتعرفوا انه عندكم مشكله، ان شاء الله تستفيدوا من معلوماتنا اليوم. بونجور ناتالي، صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. وانت؟ لما نحكي عن بدائل الحليب عم نحكي عن بدائل حليب البقر. مزبوط، صح. بدائل حليب البقر وبالاخص البدائل اللي هي نباتيه بالاجمال. وقت اللي نحكي عن اكيد حليب الصويا، حليب الشوفان، حليب الرز، هلا اللوز، هلا منه الحليب كثير اكزاكتلي هذا اللي بدي اقوله. مشان هيك عصير، مشان هيك بدائل الحليب منه افكتيفمون حليب. هلا اكيد في بدائل حليب، في حليب المعزه، حليب الغنم، حليب الناقه. حكينا عن حليب الناقه، انا سبق وحكيت عن هالموضوع قبل. كثير عم بيروجوا هذا الحليب بالبلاد العربيه، بالامارات تحديدا، لانه موجود. موجود اكزاكتلي. صح. هلا هالنوع من الحليب، بس ننتبه لنقطه اساسيه، هو من كذا سنه تروج له لانه الحوامض الامينيه اللي موجوده، يعني البروتينز والحوامض الامينيه اللي بتكون البروتينات حليب الناقه، تكوينها كثير يعني متوازن وبيشبه كثير حليب البقر. لا يعني بين الحليب البقر، حليب يعني الاسوسيشن اوف امينو اسيدز، الجسم جسم الانسان بيستوعبها بشكل افضل. وفي بعض التندنسي كان انه للاولاد بالاخص اللي ما عندهم مشكله مع هضم البروتينات الحليب البقر انه يلتجئوا لهالنوع من الحليب. هلا صحيح البروتينات يمكن افضل، بس بدنا ننتبه لنقطه كثير اساسيه هي غير مكونات الحليب، يعني هي ما وقفت بس على البروتينات. ما بدنا ننسى انه حليب الناقه فيه كثير صوديوم. وخاصة الأولاد ما لازم يعني يتناولوا هالنوع من الحليب لأنه ممكن يأثر الكلاوي تبع الأولاد، يمكن ما بيتحملوا نسبة هالقد عالية من الصوديوم. بدنا ننتبه شوي لكيف عم نستهلك هالنوع من الحليب. هلا للأشخاص يمكن الكبار ممكن إنه يستبدلوا، ممكن يكون صح it could be an option. إذا قبل ما نحكي عن البدائل خلينا بس هيك على السريع، حليب البقر اللي هو الحليب الاساسي نحن كبشر نتناوله، شو ميزاته وشو اهميته؟ ليش نحن يعني نحن على شو بنفتش لما نتناول حليب؟ هلا بالحليب ومشتقاته بالاجمال، نحن جسمنا بحاجه لكميه معينه من الكالسيوم، كالسيوم من بعض انواع من الفيتامينات مثل فيتامين دي، مثل كمان البي 12، الفيتامين بي 12 اللي موجود بالحليب وكمان باللحوم، ولكن الحليب والاجبان والالبان مصدر له، بحاجه للكالسيوم. وفئه الحليب ومشتقاته هي اهم فئه بتعطينا الكالسيوم بكميه ماكولات يعني متوفره. هلا صحيح في كالسيوم بمأكولات نباتيه، بس امتصاصها مختلف، يعني مختلف، وبدنا ناكل كميه كثير كبيره تنقدر نوصل لاحتياجاتنا اليوميه. مشان هيك نحن بحاجه لهالفئه الغذائيه. فالحليب بيلبي مزبوط. والبروتينات كمان نحن بحاجه لبروتينات، والحليب ومشتقاته هو كمان مصدر مهم للبروتينات. اذا بدنا نحكي بروتين بالنسبه لوزن المأكولات اللي عم ناخذها، يعني بدنا ناخذ كميه كبايه بتعطينا 8 جرامات من البروتينات. وامتصاص البروتينات او نوعيه البروتينات الموجوده بالحليب نوعيتها جيده. الجسم بيستفيد منها بشكل سريع. دونك نحن بحاجه لهالفئه الغذائيه. اكيد في غير فيتامينات كمان موجوده بالحليب مثل الثايامين، رايبوفليفين، هول انواع من من الفيتامينات نحن بحاجه كمان لها. دونك الحليب اذا فينا نقول بيحتوي على كثير عناصر غذائيه مهمه، من اهمها هي الكالسيوم اللي نحن بحاجه لها، والبي 12 والفيتامينات الباقيه. بس اكثر شيء الكالسيوم. هلا كل كبايه حليب فيها تقريبا 250 ل 300 ملي جرام من الكالسيوم، وهيدي شغله اذا بدنا نطلع على بقيه الماكولات شغله كثير مهمه، كتير بتفرق بالنسبه لغير ماكولات. غير انه امتصاصها افضل، الكالسيوم اللي بيجي من مع البروتينات مع اللاكتوز امتصاصه بيكون افضل من الكالسيوم النباتي اللي بيكون معه غير مواد مثل الاوكزالات وغير مواد ممكن انه تاثر على امتصاص الجسم لهالنوع من المعدن. اذا ننتقل للبدائل،
اوكي، هلا بما انه فتحتي موضوع البدائل الحيوانيه، خلينا نفتح نحكي شوي عن شو فرق بين انواع الحليب، لانه دائما بنسال هالسؤال. حليب المعزه صحيح لحمه المعزه نسبه الدهون فيها اقل بكثير من لحمه البقر، ولكن الحليب منه كثير بعيد عن حليب البقر. يعني بدنا ننتبه ما نفكر انه اذا اخذنا كدسم عم نحكي نحكي نسبه الدهون. كمان هون البروتينات تختلف شوي بعمليه الهضم، يعني منهضم البروتينات الحليب المعزي يمكن بطريقة أفضل، لأنه تكوينها مركب بطريقة أنه نحن نقدر نستوعبها أكثر. مش كل الناس عندهم هالمشكلة، ولكن فئة من الناس. بس كدسم نسبة الدهون هي تقريبا بتعادل بعضها، دونك ما نفكر انه اذا اخذنا لبنة معزة او حليب معزة عم نخفف الدهون. عم بحكي بالاخص دهون. بالدهون اكيد حليب الغنم هو ادسم بكثير من حليب البقر وحليب المعزة. دونك ننتبه اللاكتوز. اللاكتوز نسبة اللاكتوز تقريبا نفسها. كمان نفسها، هي أكثر بتكوين البروتينات وقت اللي نحكي عن المعزة، خاصة هلا صار عندنا كثير منتجات أجبان وقلبين مصنوعة من المعزة. اللاكتوز منه كثير فرق، ممكن إنه أوقات بنفس يمكن الحليب عندنا نسب مختلفة من اللاكتوز حسب بأي وقت استخرج الحليب. غير المعزة، المعزة والغنم كنا عم نحكي انه نسبة الحليب نسبة الدهون فيه اعلى بكتير. كرمال هيك الاجبان اللي بتكون مصنوعة من حليب الغنم نسبة الدهون فيها اعلى من بقية انواع الحليب. هلا الاشخاص اللي عندهم مشكلة مع حليب البقر عادة بيكونوا عندهم مشكلة مع كل اصناف الحليب يلي مصدره حيواني؟ حسب شو المشكلة. يعني اذا بدنا نحكي عن اللاكتوز، اذا الاشخاص ما بتهضم اللاكتوز ممكن انه يكون المشكله موجوده بكل مع كل انواع الحليب، بدهم يلجؤوا لمصدر نباتي 100%. اذا كان مشكله بروتينات، وهيدي اكثر شيء بنشوفها عند الاطفال وعند الاولاد، اكيد بدنا كمان البروتينات بالاجمال، كمان بقيه انواع من البروتينات حتى المعزه الجسم يمكن ما يقدر يهضمها، دونك المفروض يلتجؤوا لحليب مركب خصوصي للاطفال اللي عندهم مشكله كاوز ميلك بروتين انتوليرنس. دونك بالاجمال الاشخاص اللي عندهم مشكله مع الحليب معظمهم كل انواع الحليب يمكن ما بيقدروا يتناولوها. هلا اكيد بنسب متفاوته، لانه في ناس يمكن تتحمل كميه لاكتوز قليله، ولكن فيها تاخذ اذا اخذت ربع كبايه ما تتضايق اذا اخذت كبايه، حسب درجه الحساسيه. 100%، بس بالاجمال معظمهم. اذا ننتقل للاصناف النباتيه. الاصناف النباتيه هون خلينا نبلش نحكي اول شيء نحن ليه بنتناول الحليب. حكينا انه بدنا ناخذ حليب كرمال الكالسيوم اكثر شيء. هلا بقي بدائل الحليب مثل عصير الصويا، سوري، عصير الصويا او اللوز او الرز او الشوفان، بالاجمال هن طبيعيا ما فيهم كالسيوم كفايه. دونك اذا بدنا نحكي نحن كيف المنتج عم بيكون مصنع، اكيد بدنا ننتبه انه هالانواع من البدائل تكون مدعمه اول شيء بالكالسيوم، لانه نحن بالنهايه ليه عم نشرب هالنوع من العصير؟ تنستبدل الحليب. دونك لازم يكون في كميه كالسيوم كفايه، وتيكون في كميه كافيه لازم يكون مدعم، يعني منضف له كالسيوم. يمكن هون نتالي السؤال هو الشخص اللي عم بيستبدل هالمنتج اللي هو الحليب بعصير نباتي او حليب نباتي، فيها تكون اكثر انه بحاجه لهالعاده تبقى عنده، ولكن مش لمصدر الغذاء. مزبوط. مشان هيك الشخص اللي انا بدي احكي اليوم كنت عن كيف لازم نتناول هالانواع من الحليب. اول شيء يكون مدعم. بعدين نحن دائما بسمع عندي بالعياده انا بشرب حليب شو؟ اوكي، قد ايه بتحط؟ انجا ملعقتين او اذا كان سائل يمكن انجا ربع كبايه. هي منا كبايه حليب. بدنا ننتبه انه نحن وقت اللي بدنا نقارن هالانواع كغذاء المنتجات تنقدر ناخذ نفس الغذاء، بدنا كمان ننتبه على الكميات. وكثير حتى الحليب البودره اللي حليب البقر البودره كمان بنحط ملعقه، بس هذا منا كبايه حليب. لازم نعمل تنعمل كبايه حليب لازم 3 ملاعق كبار من الحليب البودره تنرجع نعمل ريكونستيتيوشن للحليب الاساسي. الحليب النباتي كل اصنافه
كلهم مدعمين فينا نقول بالكالسيوم والفيتامين دي الكافي. معظمهم مفروض المصنعين هالانواع من الشراب بيدعموه بالكالسيوم، كمان بيدعموه بالفيتامين دي، لانه ما ننسى من اهم مصادر الفيتامين دي هو الحليب الكامل الدسم. نعم. اذا ما كان كامل الدسم دونك نحن وقت اللي نشيل الدهون من الحليب الفيتامينات مثل الفيتامين دي والفيتامين اي بخفوا بهالحليب المخفف، دونك مفروض يدعموا يعني ينضف لهم فيتامين دي. بالاجمال المنتجات الموجوده بالسوق، عم بحكي بالاجمال، بتحتوي على هالفورتيفيكيشن، يعني منضف لهم هالفيتامين دي، منضف لهم اوقات كالسيوم، لانه مثل ما كنت عم بقول الصويا طبيعيا ما فيه وقت اللي بيتصنع ما فيه كالسيوم كفايه. هلا بالاجمال كلهم مدعمين بالكالسيوم، فيتامين دي، اوقات فيتامين ا، واذا في بعض انواع يمكن منها موجوده عندنا بالسوق ولكن في منهم بيضيفوا لهم بي 12 الى اخره. دونك كثير مهم نحن وقت اللي بدنا نشتري هالمنتج نطلع بالكبايه قد ايه في نسبه من هالفيتامين بهالمنتج اللي عم ناخده، لانه اذا نحن عم ناخده بس نستبدل الحليب ممكن انه ما نوصل للنتيجه، لانه دراسات فرجت انه الاشخاص اللي بياخذوا بدائل الحليب بالاجمال احتياجاتهم بالكالسيوم فيتامين دي وبي 12 من وراء هالانواع من المنتجات الغذائيه منا كافيه. دونك كثير بدنا ننتبه لهالنقطه هاي. كوكونات ميلك اكيد لا، لانه كوكونات ميلك فيه دهون مشبعه ودهون بتاذي الكوليسترول بالدم. حتى ولو كثير بنقرا على الانترنت انه في ايجابيات لهالنوع من الحليب، واكيد ننتبه للسكر المضاف اللي ممكن انه يتواجد، خاصه وقت اللي نحكي عن حليب الرز والفانيلا مزبوط، لانه بيضيفوا لهم اكيد نكهات غير انه هن اساسا فيهم نسبه كربوهيدرات عاليه. ثانك يو ناتالي لهالمعلومات. رح نضلنا باجواء الصحه، رح ننتقل لجيت فت بعد هالبريك.